فاز العداء المغربي سفيان بوقنطار والكينية شابات إيميلي اليوم الأحد بلقب الدورة الأولى للسباق الدولي للإسف الماراثون ببنغرير الذي جرى على مدار بطول 21 كيلومتر. وهكذا أحرز سفيان بوقنطار المركز الأول في هذه المسابقة في توقيت ساعة 1:03:39 وتقدما على الكيني برايان، بينما عاد المركز الثالث إلى عادي الأولاد لدام. وفي فئة السيدات فازت الكينية شابات إيميلي بالمرتبة الأولى بتحقيقها لزمن قدره 1:09:21 وتقدم على العداء المغربية رقية المقيمة، فيما حلت كلثوم بعسرية في المركز الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السباق الدولي الذي جال بالمشاركين في عدة شوارع بمدينة بنغرير تم تنظيمه بالتزامن مع سباق 10 كيلومترات. وهكذا عاد المركز الأول في سباق 10 كيلومترات إلى العداء المغربي محسن أطلحة، يليه على التوالي كل من عبد الله عايشي في المركز الثاني وأوقي عبد الصمد في المركز الثالث. وفي فئة السيدات فازت المغربية فاطمة الإدريسي بالسباق، بينما حلت في المركز الثاني نهيلة الغزوير وجاءت سكين الحاجي في المركز الثالث. وفي فئة سباق الأطفال فاز بالمركز الأول سليمان الغجدامي، فيما عاد المركزان الثاني والثالث على التوالي إلى كل من أنس العماري وأمين بالغندور. ولدى الفتيات حققت فاطمة الزهرة الكويزي المركز الأول متقدمة على كل من خديجة الذهاني وبسيمة الراشدي في كل من المركز الثاني والمركز الثالث. وعبر مدير نصف الماراثون الدولي لبنغرير ورئيس نادي أولمبيك بنغرير لألعاب القوى الحجاج مساعد في تصريح للصحافة عن سعادته بالتنظيم الممتاز لهذه المسابقة التي لاقت نجاحا كبيرا بالنظر إلى مشاركة أكثر من 3000 عداء مغربي وأجنبي، وأضاف: نحن سعداء جدا بتتويج العديد من العدائين المغاربة في مختلف السباقات المبرمجة، مبرزا أهمية النتائج التي حققها العداءون المغاربة والتي ستحفزهم على رفع التحديات خلال النسخة المقبلة من هذا الحدث الرياضي. من جهته أبرز الفائز بالدورة الأولى للسباق الدولي لنصف الماراثون سفيان بوقنطار جودة هذا السباق وقوة العدائين المشاركين، مشيرا إلى أن هذا الفوز سيشجعه على العمل أكثر لتحقيق نتائج ممتازة في المنافسات المقبلة. من جانبها عبرت فاطمة الإدريسي الفائزة بسباق 10 كيلومترات عن خالص شكرها للمنظمين، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلا بسبب قوة المنافسة. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية التي حضرها على الخصوص عامل إقليم رحامنا عزيز بوينان وعدد من المنتخبين ومسؤولي المكتب الشريف للفوسفات وممثلي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، جرى تسليم الميدالية على الفائزين في مختلف المسابقات، كما تم تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجال ألعاب القوى على المستويين الإقليمي والوطني. ويساهم هذا الحدث الرياضي المنظم من طرف نادي أولمبيك بنغرير لألعاب القوى بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات والمجلس الجماعي لبنغرير وبتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في دعم هذا الصنف الرياضي وتحديد البنية التحتية المخصصة للشباب والترويج الاقتصادي لهذه المدينة الواعدة. كما تمثل هذه التظاهرة فرصة لدعم التسويق الترابي لمدينة بنغرير التي شهدت خلال السنوات 10 الأخيرة تطورا عمرانيا وتنمويا مهما.